سنة 1958 طلب مني مدير المدرسة الأستاذ عفيف بشارة إنه نأسس فرقة كشاف، واشتركت في دورة للكشاف في رمات يوحنان، وكنا حوالي 60 معلم. أول دورة تقام في إسرائيل لإنشاء فرق كشفية، وأنشأت أول فرقة كشاف في دولة الكرمل 1958، وكان عدد الفريق من حوالي 120 طالب. كيف كانوا ينظروا لكم اليهود مثلا، انتم كمعلمين مدرسة كدروز؟ كان نظرة احترام وتقدير، لانه بعد قيام الدولة الشعب اليهودي اللي عاش وكانوا لهم علاقة مع الدروز كانوا اشخاص لهم تقدير واحترام في قلوبنا، وكانوا يقدرونا ويحترمونا ويساعدونا. اليوم ما في احترام ولا في تقدير، كل الكبار اللي توفوا اجا شباب بدالهم بيعرفوش حدا، كله معاملات رسمية. اما زمان كان المعاملات غير رسمية، وكنت تقدر تتمم كل المعاملات اللي بدك اياها عن طريق اشخاص عندهم خبرة وعندهم مكانة وباحترام ولياقة. أي سنة أنتوا عينت لتكون مدير مدرسة؟ 1978. يعني في زمن كان رئيس أبو عزام نواف. نعم. قبله أنت مع مين كنت تشتغل؟ مع أي رؤساء؟ قبل أبو عزام كان طبعاً أبو رفعت عبد قدور، وقبله كان أبو باسم رشدي. ومن من 51 للسبعين كان المرحوم بوعلي قفطان رئيس المجلس المحلي. السياسة كانت على نوعين، سياسة داخلية وسياسة خارجية للكنيسة. أغلب الأوقات كنا بالنسبة للسياسة الخارجية مع حزب باباي، وحزب باباي كان لنا أصدقاء كثير فيه وحلونا آلاف المشاكل، وخاصة في ضريبة الدخل وغيرها من المشاكل، وفي تعيينات إلى آخره. على الصعيد الداخلي أنا ما ترشحت، لأنه حياة والدي كان مرتين بعد التعيين ترشح، ومن ثم طلبنا العائلة من المرحوم أبو رفيق علي رتيب حلمي، ومثلنا جولتين في المجلس المحلي في نفس الوقت اللي كان فيه أبو باسم رئيس مجلس محلي. بدي أرجع دقيقة على اسم زيدان. زيدان وحلبي أم لا حلبي؟ من حلبي طبعاً. إذا بتنظر في الصورة شفت زيدان يوسف حلبي. أنت سألتني قبل فترة إنه في عدة أسماء في العائلة. في سنة 1944 تسجلت أراضي دالية الكرمل على أصحابها، وبالنسبة لعائلة حلبي حتى لا يكون يتكرر الاسم أكثر من مرة، مثلا يوسف زيدان حلبي اليوم في حوالي 15 واحد. قام على ما هو سمعت حياة المرحوم أبو علي محمد الإمام اللي قضى فترة طويلة جدا، وحياة المرحوم حمزة توفيق أبو توفيق حمزة توفيق، وقسموا العائلة لعدة أقسام. مثلا سجل اليوم في الطابو، إذا طلع كوشان طابو تلاقي مثلا كان حياة به زيدان يوسف الزيدان، مثلاً حسين عبد الله الحلبي العبد الله. شايف؟ ليش هم يعملوا هاي الشيء؟ بالنسبة للأحمديين أحمد، بالنسبة لدار زيدان. ليش هم يعملوا هذا الشيء؟ من شان ما يكونش في هناك أسماء مزدوجة في التسجيل، هذا يدعي عن هذا.
أما الكل الجد واحد جواد الحربي اللي أتى من حرب وكلهم كانوا عائلة واحدة. بدنا نحكي على قصة الراديو، أول راديو كان في الدالي ولا أول راديو كان في المنطقة ولا كيف؟ الراديو قدم طلب حياة المختار حسون يوسف حسون إنه يكون في راديو في دالة الكرمل. شو يعني راديو؟ راديو يبثوا منه راديو شو؟ راديو كبير طويل هيك بيطلع متر كذا طوله، وهذا كان يشتغل على بطارية سيارة، وكانوا يعبوا البطارية في حيفا. شرطوا على المختار حسون انه هذا الراديو بيقدر يجي كل المواطنين اهل الدالية يسمعوا الاخبار المغربيات، وهو قبل الشرط، وهذا الراديو خدم المجتمع. نعم، هذا لخدمة المجتمع. كان في بلدنا حياة واكد اخو ابو عاصم خيري يلهن في ارض البستان جنب طبعا معروف عين من الشقف. قال عدة مرات كان يسمع الراديو لهناك، ولما يروح يقول له شو سمع. كان ذكي جدا. في وين عين تكون مدير؟ فتحنا مدرسة جديدة اللي هي المدرسة الباء اللي جنب الملعب، اليوم على اسم المرحوم علي قاسم رفعت حلبي، سنة 1978. حتى تكون مدير لازم تكون هناك في عندك مؤهلات. سنة 1976 اشترك الأستاذ أبو أسامة رفيق في دورة مديرين في القدس فيما يسمى في اللغة العبرية بيت سفر لعفديه ورعاب خيرين، مدرسة للمعلمين الكبار. وبعد ما أنهى المدرسة ورجع، أنا كنت محله مدير مدرسة في الصوارية، مدرسة الجيم للاتصال على اسم مرحوم عبد قدور أبو رفعت عبد قدور. ولما نرجع أنا اشتغلت سنة واحدة معه لأنه أنا كنت نائب مدير عنده. في 78 أعلنت وزارة المعارف عن إقامة مدرسة جديدة، وكنت صرت مشترك في هاي الدورة في القدس. الدورة كانت 900 ساعة، أي ما يعادل 3 سنوات دراسة في الجامعة اليوم. أنا كنت آخر دورة في القدس. تم تعييني في مدرسة باء، وكانت المدرسة مستأجرة كلها في دار المرحوم فضل الله حسون. ثاني سنة انتقلنا على المدرسة اللي مدرسة باء، وفي مدرسة باء كانت المدرسة الثالثة ابتدائية في دالية الكرمل. 1982 أنهيت عملي في وزارة المعارف واشتغلت مدير قسم المعارف في المجلس المحلي. في المجلس المحلي كان بحاجة ماسة لمدير قسم المعارف من المعارف. فأول عمل عملته إنه قال لي أذكر الأستاذ شقي حسون إذا كان تقدر تعمل سفريات للطلاب من البيوت للمدرسة بتكون عملت أكبر معروف مع الأهالي. قلت له قدمت طلب، بتأمل خلال أسبوع يجيني الجواب، وفعلا بعد أسبوع إجا الجواب، وشغلنا السفريات الباصات لنقل الطلاب إلى المدرسة، كانت إعدادية وثانوية. وتصور يعني واحد من الصوري أو من وادي الفش أو من يد بنين أو من خلط نصار بده يجي مشي في أيام الشتاء يحتاج أقل إشي ساعة. وجدت أنه في عنا حاجة ماسة لإيجاد صفوف للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من ناحية عقلية أو من ناحية
جسمانية. فقمت في كل مدرسة صف للطلاب الضعفاء، وأقمت صفوف للطلاب المعاقين، وكنت بعد ما ينهي الصف عندنا فترة معينة من الزمن اتصل مع المدارس الخاصة في حيفا وابعث هذول الطلاب لهناك